الله الرحمن الرحيم. معكم احمد باسماعيل، خريج هندسة نظم صناعية من جامعة الملك فهد للتطوير والمعادن. انضمت بعد تخرجي مباشرة إلى معهد ريادة الأعمال في دورة القيادة الريادية. الحمد لله كونت مع مجموعة من أعضاء الدورة فريق مرشد، اشتغلنا على الفكرة الحمد لله كثير، ووفقنا الله سبحانه وتعالى وخذنا المركز الأول في هذه الدورة، في مسابقة الدورة هذه. بعد انضمنا لحافظة الأعمال المسرعة الأعمال الدايتك، وإحنا الحمد لله الآن على آخر المسرعة. المشروع الحمد لله جاهز بكل تفاصيله، بإذن الله الانطلاق سيكون قريب خلال الأسابيع القادمة. أدعو الجميع حقيقة للمشاركة في الدورة، يعني خلينا نقول في أسوأ الأحوال إن ما وافقت وسويت يعني وجدت فكرة جيدة أو ناجحة، فأنت أبدا تستفيد استفادة كبيرة جدا من مضمون الدورة عمليا وحياتيا.